الرحمن احمد فاصطدنا. بأي رواية تقرأ؟ برواية حفص العاصي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء
يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إن مسنا
بسم الله الرحمن الرحيم. نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. بسم الله الرحمن الرحيم. أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين. نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين. نسارع لهم في الخيرات. نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. إن ربهم مشفقون. والذين هم بآيات ربهم لا يؤمنون. والذين هم بآيات ربهم يؤمنون. والذين ربهم لا يشركون. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال هم لها عاملون. حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون. لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون.
قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. كانت آياتي. قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب لهم حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب من الله. حجتهم داحضة. وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق. ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. الله لطيف عباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات
لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. السؤال في التجويد. السؤال يقول تسمعني: ما مخرج النون المضغمة والمخفات وكم حروف الأصلية ولما سميت بذلك؟ مخرج النون المضغمة والمخفات. النون المضغمة التي أدغمت في حرف من الحروف والتي أخفيت، ما مخرجها؟ الخشوم. جميل. وكم حروف الأصلية؟ الأصلية بالسين. الأصلية. أيوه. نعم. كم؟ حروف الصفير. حروف السين والصاد. أيوه. ولما سميت بذلك؟ لما سميت بحروف الأصلية؟ لأنها تخرج من أصلة اللسان، أي طرف، أي طرفه. بارك الله.